الحمد لله ان احنا اتجمعنا احنا الاربعه مع بعض. سيبكم من البت اللي جوه الوقت يا حاج، ولا ده ولا ده اما يركعها. نعمل ايه في الموضوع ده؟ كيف ما لناش دعوه بالبيت؟ لا لازم تيجي تحضر الاجتماع ده زيها زينا. لا مالكش دعوه بالبيت، انت خليك في نفسك يا حاج. شوف بقى هتعمل ايه معاهم، عشان انا تعبت. انا مفيش واحد هيقعد معايا ياكل في طبق غير لما يكون هما يصلي، ولا حد هيقعد معانا تاني اصلا في البيت. اللي مش هما يصلي ده ما يلزمناش. ايوه امك وكلامها صح، تصلوا وتصوموا محدش يصف فرض. وطي صوتك يا حاج شويه، ما انت زيهم. يبقى معاك مثلا 2 جنيه رايح تشتري بيها، تطلع صدقه جنيه وتسيب جنيه في جيبك، وانت نفس الكلام. ايوه بالظبط كده، تسمع الكلام اللي لما يقوله ابوك بالحرف، عشان مش هينفع نقعد مع بعض وانتوا مش هما تصلوا. هتسيبيني اتكلم ولا تتكلم انت؟ اتكلم يا حاج، اتكلم لما نشوف اخرتها معاهم. خلاص ماشي، بس انا هصلي لحد العصر. ليك صيام؟ الصلاه هتصلي كله، الخمس فروض هتصليهم، ايه لحد العصر ده؟ ياك صايم. مش عارف هتتكلم انت ولا انا. هتكلم انت ولا انا؟ ايوه اتكلم انا، اقعد انت عاد شويه. يا حبيب هتصلي الخمس فروض انت وهو. حاضر يا ماما. مش حاضر وخلاص، ده في شروط شرطناها، ولا اكل ولا شرب ولا قعده ولا نوم في الشقه انتين، ولا هتقعدوا في البيت اصلا. انا لسه صغير. طيب فين صغرك؟ لا يا حبيبي ده انت كبرت، عديت العشر سنين يبقى اتفرض عليك الصلاه. طب احمد لسه بادئ اهو صلاه وعنده 18 سنه، لما يبقى عنده 18 سنه ابدا صلاه زيه. انت مالك ومال احمد؟ طب بابا برضه مش هما يصلي. انا اول مره في حياتي شفت بابا ما يصلي، زمان زمان قوي، وحاسس ان انا شفته مش فاكر صح كان ما يصلي ولا لا. لا يا حبيبي ابوك كان ما يصلي، بس مش هما يصلي قدامكم. ليه يا كان ما يتكسف؟ اما تتكسف يا بابا. دي مكاسفني يا حاج، ده انت ابوهم المفروض تبقى قدوه ليهم.